المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. اللهم أبانا القدوس، يا من أفضت مواهبك ونعمك الروحية على القديس منصور دي بول فكرس حياته كلها لتبشير الفقراء وخدمة البائسين، امنحنا نحن الذين نحتفل بذكراه اليوم أن نقتفي آثاره ونسير على خطاه، فنكمل في العالم الرسالة التي اخترتها لها، ونعيش مثله حياة المحبة الصادقة والتضحية في سبيل الآخرين، ونرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الرحيم المحب بالبشر الذي خلق العالم بمحبة لا متناهية، إلى الإبن الحبيب الذي علمنا المحبة الحقيقية بالقول والعمل وبذل نفسه فداء عن جميع البشر، إلى الروح القدس الذي يقوينا ويساعدنا على تتميم إرادة الله الخلاصية. برخمار أبون رشكوني. صالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. أيها المسيح إلهنا، يا من صرت إنسانا لتخلص الإنسان واتضعت وصرت فقيرا لتعلمنا التجرد عن الذات والأرضية في سبيل ملكوت السماوات، أنت الذي اخترت صفيك عمر منصور وألهمته أن يترك العالم وغناه ويتبعك مكرسا حياته لخدمة الفقراء والبائسين، مهتما بالأيتام والمعوز، فأصبح أبا للفقراء وأخا للمظلومين، ثم أفهمته أن الفقر الروحي
أشد خطرا على الناس من الفقر المادي، فأرسلته للتبشير والتعليم وراح يعمل طوال حياته دون كلل على اختيار الراهبات والمرسلين ليكملوا معه الرسالة التي انتدبته لها. نسألك الآن بشفاعته على عطر هذا البخور، امنحنا نعمك ومواهبك وقونا لنتابع عمله الإنسان ورسالته التبشيرية، وننظر إلى الفقير والبائس فنرى فيه صورتك، وامنحنا غيرته الرسولية لنعمل على نشر إنجيلك بين الأمم والشعوب. ألهم يا ربنا الكثيرين من الشبان والشابات للاقتفاء ثاريا بين القديس منصور والاقتداء به في تكريس زواتهم، ومعه ومع جميع أبائنا القديسين برخمو ربون رشكوني. نرفع إليك المجد والشكر وإلى أبيك وروحك الحي القدوس إلى الأبد. آمين. يا منت دفنا يا ملتقى كهنة علماء يا ربنا بخورا قدمناه في ذكرى صفيك مار منصور، واجعل رحمتك على شعبك واغفر له بصلواته، وارسل الينا امثاله مرسلين ترضى بهم مشيئتك ويتحقق فيهم ملكوتك. ورخمو ربون رشكوهني. ايها الاب والابن والروح القدس لك المجد الى الابد. Shut up.
القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وبارك يا رئيس. المجد لسيد بولس والرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها وبناتها إلى الأبد. يا إخوتي، انظروا دعوتكم، فليس فيكم كثيرون حكماء بحكمة البشر، ولا كثيرون أقوياء، ولا كثيرون من ذوي الحسب الشريف، إلا أن الله اختار ما هو حماقة في العالم ليخزي الحكماء، وما هو ضعف في العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله ما هو وضيع ومحتقر ومعدوم ليبطل الموجود، لئلا يفتخر بشر أمام الله. فبفضل الله أنتم في المسيح يسوع، الذي صار لنا من عند الله حكمة وبرا وتقديسا وفداء، ليتم ما هو مكتوب: من يفتخر فليفتخر بالرب. والتسبيح لله دائما. أرسلني لأبشر المساكين. هللويا. أمام بشارتي مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب. نصلي. السلام لجميعكم. ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا.
الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: إذا عالم بالتوراة قام يجرب يسوع قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ماذا كتب في التوراة؟ كيف تقرأ؟ فقال: أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وكل فكرك، وأحبب قريبك كنفسك. فقال له يسوع: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. أما هو فأراد أن يبرر نفسه، فقال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع في أيدي اللصوص وعروه وأوسعوه ضربا ومضوا، وقد تركوه بين حي وميت. وصادف أن كاهنا كان نازلا في تلك الطريق ورآه، فمال عنه ومضى. ومر أيضا لاوي بذلك المكان ورآه، فمال عنه ومضى. ولكن سامريا مسافرا مر به ورآه، فتحنن عليه ودنا منه وضمد جراحه ساكبا عليها زيتا وخمرا، ثم وضعه على دابته وذهب به إلى الفندق واعتنى به. وفي الغد أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت فأنا أوفيك عند عودتي. فما رأيك؟ أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فقال: الذي صنع إليه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب واصنع أنت أيضا كذلك. برخمورش كهنه. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. حضرة الخوري عبد أبو خليل المحترم خادم هذه الرعية، إخوتي الكهنة والشمامسة الأفاضل، أخواتي الراهبات، أعضاء لجنة الوقف والمجلس الرعائي في هذه الرعية، أيها الإخوة والأخوات بالرب، بسرن الليل انضم لها الرعية رعية مرمنصور دي بول في النقاش الضي، لحتى لي نتأمل سوا ببعض الروحانية الإنجيلية اللي تأثر فيها مرمنصور، واللي جعلت منه قديس لكل العصور. هو من مواليد
القرن السادس عشر وتوفي في 27 من أيلول 1660 في مسافة كبيرة بتفصلنا عنه. إنما لما منتأمل بروحانيته منشوفها نضرة لأنها ترتوي من ماوية الإنجيل من الكرمة الحقيقية يسوع، ويسوع لا زمن له، هو الألف والياء. رح أتأمل ببعض نواحي من هذا الإنجيل الرائع اللي كلنا منعرف هيك الحبكي تبعه، مثل السامري الصالح، وكيف أن هذا المثل وغيره من الأمثال في الإنجيل كان محطة تأمل في حياة مار منصور. محبة الله ومحبة القريب جواز سفرنا إلى الحياة الأبدية. ثلاث أمور تطرح علينا مسائل صعبة. كيف نحب الله ونحن لا نراه؟ أول صعوبة. الصعوبة الثانية محبة القريب، وهو يشكل عبئاً في بعض الأحيان علي وخطراً، هو يزعجني يضايقني، كيف علي أن أحبه؟ والمسألة الثالثة والتي هي صعبة أيضاً، كل شيء مرتبط بالحياة الأبدية ونحن لا نعرف إلا هذا العالم، إلا هذه الأرض في خيراتها ومصائبها ومآسيها وأفراحها وأتراحها. إذن هل الثلاث عناصر، كل عنصر بالنسبة لإلنا نحن المؤمنين محط تأمل ومحط تفكير، وقد يقودنا هذا التفكير في بعض الأحيان إلى الشك كما مر به القديس منصور أيضا. عالم بالتوراة، يعني يعرف بتوراة موسى وفي العهد القديم، يسأل يسوع مجربا إياه: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ بهالسؤال هيدا في إقرار ضمني بالرابط العميق بين حياتنا على الأرض، بين وجودنا هنا ونحن نمر بعض الأحيان مرور الكرام، وبين الحياة الأبدية التي نرجوها وهي الملكوت السماوي. فالحياة الأبدية أو ملكوت السماوات الذي نادى به يسوع أكثر من مرة في الإنجيل، هذه الحياة مرتبطة بشكل وثيق بحياة المؤمن هنا والآن، بحيث أن كل لحظة من حياتنا هي جزء لا يتجزأ من الحياة الأبدية. لذلك يمكننا التكلم عن الرابط بين البعد الآني أي اليوم وكل يوم لنوال الحياة الأبدية، والبعد المستقبلي والنهيوي اللي منسميه هيك، الذي فيه يكتمل الملكوت وينضج. وهذه مسألة تتعلق بحكم الرب وإرادته. الجواب على هذا السؤال ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية وجده العالم بالتوراة في كتب التوراة نفسها التي تحمل لنا كلمات الله. وجده في كتب التوراة نفسها، إذ إنه هذا العالم اختار آيتين من كتابين مختلفين في التوراة وجمعهما في وصية واحدة تقوم من جهة على محبة الله الكاملة، أحبب الرب إلهك من كل قلبك
ومن جهة أخرى على محبة القريب، أحبب قريبك كنفسك. جواب يسوع كان واضحاً وسريعاً، قال له للعالم بالتوراة: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. ما يمكن استنتاجه من هذه الوصية المزدوجة، محبة الله الكاملة ومحبة القريب كمحبة الذات، هو أن الإيمان بالله يبقى ناقصاً ما لم يتحول إلى محبة كاملة له. نحن لا نؤمن بالله فقط، بل نسعى إلى أن نحبه. فإذا كان الإيمان بالله يجعلني شريكاً له، معاوناً له، فهذه الشراكة تبقى خارجية وسطحية ومنقوصة ما لم تتحول إلى اتحاد محبة عشقية بين الإنسان وربه. بفعل هذا الاتحاد يمكننا أن نعطي ثمراً وفيراً، هذا إذا ثبتنا في الله وفي يسوع المسيح ثبات الأغصان في الكرمة الحقيقية. وعندما يحب المؤمن ربه لا يمكن للمؤمن الادعاء بأنه هو صاحب المبادرة في هذا الحب، إذ إن محبة الإنسان لربه ليست سوى جواب إنساني متواضع وعميق لمحبة الله لنا، التي كما يقول يوحنا الرسول ظهرت لما أرسل الله ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. بهذا تكون المحبة، لا بأننا نحن أحببنا الله، بل بأن الله نفسه أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. إذن الله هو يحبنا بالأول بيسوع المسيح، ومن بعد ذلك تلمسنا محبة الله، ونحن بدورنا نحب الله ونحب القريب. ويكمل يوحنا الرسول قائلا: إذا كان الله قد أحبنا هكذا، فعلينا نحن أيضا أن نحب بعضنا بعضا. حب الله لنا بيسوع المسيح يبقى هو المثال أو القياس لمحبتنا المتبادلة. من هنا نفهم وصية يسوع الجديدة التي أعطاها لتلاميذه بعد أن غسل أرجلهم قائلا لهم: وصية جديدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. أجل، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم، أي يسوع. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم بعضا. والحب في مداه الأقصى وفق يسوع هو أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. المطلوب هو حب بذل للذات، لا حب مصلحة. في ضوء الوصية الأولى حول محبتنا الكاملة لله، يمكننا التفكر بالوصية الثانية التي تشبهها وترتبط بها، ألا وهي محبة القريب كمحبة الذات. فبقدر ما أحب الله في شموليته خالقاً وأباً للجميع على اختلاف مللهم وثقافاتهم، لا أعود أسأل كما فعل العالم بالتوراة قائلاً ليسوع: ومن هو قريبي؟ اللي بحب الله بشموليته ما بقت يسأل من هو قريبي، لأنه بات عليه أن يتفكر بسؤال يسوع للعالم بالتوراة بعد أن روى له مثل السامري الصالح قائلاً له: أي هؤلاء الثلاثة، الكاهن اليهودي واللاوي اليهودي والسامري، أي هؤلاء الثلاثة كان قريب ذلك الرجل الذي وقع في أيدي اللصوص؟ فالمؤمن الذي يحب الله من كل قلبه
مدعو إلى أن يكون قريب كل ضحية ظلم وفقر واستعباد، وإلى ما هنالك من مآسي نعرفها وتعرفونها أنتم أكثر مني. مطلوب من الذين يحبون الله أو الذين يدعون بمحبته من كل قلبهم أن يكونوا وفق الإنجيل من صانعي الرحمة، تشبهاً بالله الرحيم الذي كما يقول يسوع في العظة على الجبل يشرق بشمسه على الأشرار والأخيار، ويسكب غيثه على الأبرار والفجار. ويكمل يسوع قائلاً: فإن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. لذلك لمحبة الله بتلمسه، ما ممكن إلا ما يكون قلبه يتمدد ليشمل الجميع. هذا هو التعاون القوي والمخصب بين نعمة الله من جهة وإرادتنا الإنسانية الهشة. اللي بتلمسه محبة الله بيصير قوي من الداخل، ويمكنه بالتالي أن ينطلق إلى الآخرين وإن اختلف معهم في كل شيء، تدريجياً يصبح هو شاهداً لمحبة الله. ونجد أخيراً في مثل الدينونة العظمى، وهو مثل خاص بمتى الإنجيلي، صورة بهية على الرابط العميق بين محبتنا ليسوع وأعمال الرحمة التي نقوم بها باتجاه الجائعين والعطاش والغرباء والبؤساء والمرضى والمساجين. هؤلاء الذين يتماهى يسوع معهم وبهم يصبحون طريقنا الملوكي إلى الحياة الأبدية، عملاً بقول السيد المسيح للأبرار: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، فكل ما عملتموه لأحد إخوة هؤلاء الصغار فلي عملتموه. هذه الآية، وهذه الآية بالذات كان لها الوقع القوي في اهتداء الكاهن منصور دي بول شفيع هذه الرعية إلى يسوع، بعد أن مر وهو كاهن بتجربة إيمانية قاسية، فوجد يسوع ووجد الله في الفقراء والمساجين والأولاد المتروكين الذين خدمهم أفضل خدمة. في هذا السياق نفهم أيضاً وصية مار منصور دي بول لبنات المحبة قائلاً لهن: عليكن أن تتذكرن أنه لا بد من تغليب خدمة الفقراء بداعي الضرورة على ممارسات التقوى من صلوات وأصوام وعبادات خاصة، متيقنات أن كنا بفعل كنا هذا تتركنا الله من أجل الله. هذه العبارة رائعة جداً وتختصر عمق الرسالة الإنجيلية: نترك الله من أجل الله، فالله حاضر في الإنسان والإنسان المعذب، والإنسان المعذب هو طريقنا إلى الله. في الختام أيها الأحبة، نحن في مسيرة سينودوسية دعانا إليها قداسة البابا فرانسيس، ونحن نستعد للاحتفال بالسينودوس في العام المقبل في تشرين الأول المقبل بعد فترة إعدادية طويلة وخصبة. فالكنيسة هي سينودوسية، أي أبناؤها يسيرون معاً، أكانوا أساقفة أم كهنة أم رهبان أم راهبات أم علمانيين، كلنا معمدون، كلنا أعضاء في جسم الكنيسة، رأسه المسيح، ونحن كل واحد منا هو عضو للآخرين. وبالتالي نحن على موعد كل يوم مع محبة الله من جهة، ومع محبة القريب من جهة ثانية، كي تكون الكنيسة رسالة بحد ذاتها. فمثلما كانت محبة الفقراء وأعمال الرحمة عند مار منصور بصيص نور استعاد به الإيمان بيسوع بعد أن
تجرب بشكل مؤلم في إيمانه، فقادته تلك المحبة إلى تكريس حياته لقضية الفقراء وتنشئة الكهنة. علنا أيها الأحبة نهتدي بمثله ونصبح في هذه الأزمنة العصيبة التي تعرفون صانعي رحمة، متذكرين قول السيد المسيح بعد عشائه الفصحي الأخير مع الاثني عشر: بالمحبة المتبادلة بينكم كما أنا أحببتكم يعرف العالم أنكم تلاميذي. بدون تلك المحبة لا طعم للكنيسة ولا هوى لها. علنا أيها الأحبة في هذا العيد المبارك نجدد إيماننا بالله، رجاءنا به، محبتنا له، كي ينعكس كل ذلك علينا جميعا محبة لبعضنا البعض، الأبعدين والقريبين. آمين. نؤمن بإله واحد. الوط مد بحيد له والوط له دم حادت اليوت ونبصوغ الطيب وطخ وسود بهايك لوت كوت شو دخلتوخ مريود باري وطغيري كوتوخ إفاي صلاة وعلي ميت المراد ألهم قبل قربانه نترحم عليهم بخلطه. مريو أمليخ وجايو طلبش هاليلويا إنونو لحمد حايل مرمورا من روم العمق نحتفني حبي علم شلح نابو من قتلو بسرو أخدى الفرطو حتي باسمتو قابل تنكر سود مريم أخ أرعوتو سيحل لي بدايمون لعلمان بحي هاليلويا قابل قربنا. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين.
لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطبوية والدة الله مريم ومرمرون ومرمنصور دي بول شفيع هذه الرعية. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، كل المجروحين بكرامتهم، الفقراء والمهمشين، وضحايا الحروب وضحايا انفجار مرفأ بيروت، وكل الذين يتعبون ولا يجدون أي بريق خلاص في حياتهم. اجعلنا يا رب أن نكون على خطى القديس مرمنصور، أن نجدك في عذابات الناس، فنحب الله ونحب القريب الذي نراه. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الكهنة والشمامسة ويا خدمة الروح القدوس. بل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعيد، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا،
ورخمو رب رشكهني فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتنا إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: شوتان شدرت برودي لوخ العلم ومم طولت مريم اتبصار أخد الفرقون ديلا وبيومها ودقدم حاشو ديليه مع بيت حاي انساب اللحم بدا وقادي شوتو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلمدا وكادما ساب أخون منه كل خون هونو ديني تاو فغرو ديل دحلو فيكون وحلو فسجية متقصي ومتيه حصو يتحوبي والحاية دالعلام علمي. هخان عالقوس دمزغ من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلمدا وكادومار سابشتا ومنه كل خون هونو دينيتا ودمودي للدياتي قيحداتو دحلو فيكون وحلو فساجين متشهد ومتهم حصو يتحوب والحاي دالعلام علمي. وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيء. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة
نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني، نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطا، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب ضابط الكل، ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطا فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. أرغب ساعة أحبائي ينحدر في الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا، وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب. وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. جعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا، آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، آمين. فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية، آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمانة لشعبك والسلامة لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي، ومار بولس مطراننا، واعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا، نسألك يا رب. الكنيسة هي أم، والأم بتحضن ولادها وبتهتم فيهم. منصلي يا رب على نية رعيتنا لتضل جامعة ولادها حول الرب. منحط بين إيديك المجلس الرعوي اللي رح يكون دوره يجمع وينسق كل النشاطات بين الجامعات. نرفع لك جامعاتنا وكل شخص ملتزم بالرعية. علمنا يا رب على مثال القديس منصور نهتم ببعض، نساعد بعض، نكون مصدر أمان وسلام لبعضنا البعض. منك يا رب منطلب. نرفع لك يا رب كل فقير ومحتاج لغذاء، لدواء، لحضن، لمسكن، لحب، لجماعة. علمنا نكون مثل القديس منصور، نعطي بدون مقابل، ونحب بمجانية، ونلبس حضورك بكل شخص نلتقى فيه. منك يا رب نطلب. يا رب كلنا للوطن
كلنا منعيش بهالوطن تحت سما وحدة، بس مش كلنا بالوطن منعيش لخير الإنسان. نرفع لك يا رب بشفاعة أمنا مريم العذراء وشفاعة قديسنا منصور دبول بلدنا لبنان، ارحمه من الظلم والويلات. كمان منصلي على نية المسؤولين المدنيين والروحيين فيه ليسمحوا للروح القدس يشتغل فيهم ومن خلالهم ليعم السلام والأمان. منك يا رب نطلب. يا رب فكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين راكدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يا رب اللهم الآب، معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لنا عليها نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد برخمورش كهني ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسده مخلصنا
ودمه المحييه لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك المنحنين أمامك الضارعين إليك، واهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوار معكم يا إخوتي إلى الأبد. ينظر كل واحد منا إلى الله بتغيب وخشوع، وهل يسألغ الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. ابن واحد القدوس، ابن واحد القدوس، روح واحد القدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أخوتي للمناولة، رح بيكون في كهني على الجوانب، من هيك منجي كل جهة وبالنص منجي كمان صف واحد حتى نخلي الكاميرا تقدر تاخد محلها. شكرا. دافقٌ في روحنا
سحر بل كلنا
شفيعا كن لنا الميثاق لنخدم البيع ونبني العياد غلاما تجوب المراعي الوسع وتطوي النهار قياد وشعاع بعينيك حلم إلى الله يا نوك دون انقطاع وشاب تسام بوضع اليد إلى الكهنوت إلى الأبد تصون الوديع للسيد أمينا شجاعا سخيا نديم ذكاء وعلم صفاء كمال عطاء حضور بكل القديس مار منصور ديبول فليبارككم الثالوث الأقدس الآن آمين والإبن